حكم انه ليدي بوي منه متحول بده يحبل. حبلت انا كنت انتوا ليدي بويز ليه بتنكروا انه انتوا عندكم عضو ذكري؟ ليه بتنكروا هيدا الشيء؟ اذا 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 انتوا ما عملتوه ليه بدكم تجوا تقربوا على نجمعوني مع ناس فعليا هن تصححوا جنسيا او تحولوا جنسيا وصاروا بالقانون بنات، القانون اعتبرهم بنات.